حسان. معنا النهاردة صديقة جميلة من زاوية رب. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت عصاقين وبردة قوية بتتحدى الأعاقة، وتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وسرور على عكازات من المعدن. بتواجه صديقتنا الجميلة الأعاقة بتتحدى كل صعب. ثقتها بنفسها الأكبر دافع ليها لتخطي هذه الأعاقة، بجانب قوة إرادتها وعزيمتها. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وعلى العطاء، قادرين ولكن باختلاف.